صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يؤم قوما وهم له كارهون، يقول هل يدخل في ذلك الإمام الصالح ولكن القوم يكرهونه لرداءة صوته؟ إذا كانت كراهيتهم عن هوى هذا لا يؤثر، أو لأمور دنيوية أو تغرب هذا لا يؤثر، وصلاته وإمامته صحيحة. وأما إذا كانوا يكرهونه لأمر ديني، يعني في دينه مطعن أو في دينه نقص، فهذه كراهية بحق، وهي التي ورد فيها الوعيد: لا تجاوز صلاته، من الثلاثة الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، إذا كانوا يكرهونه بحق. نعم.